اهلا بكم اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان وحلقه جديده. النهارده ان شاء الله باذن الله يبقى يوم جديد وتبقى اخبار النهارده ان شاء الله باذن الله سعيده حتى لو على سبيل الخير. مبادره طرحها سعد سمير اتحركنا فيها، كان معانا امبارح الاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. الحقيقه اللي الفيديو بتاعه انتشر بشكل كبير جدا مع كل مسؤولي مصر وعمل اكبر نسبه شير لفيديو شفتها في حياتي. واضح ان هو الشعب متمسك بالخير بشكل كبير جدا جدا، يا رب دايما. وبقولها وهقولها دايما من عظمه الشعب المصري ان محدش بيبات من غير عشاء، وان في الازمات دايما تبان معادن الشعب المصري. هبدأ حلقتي النهارده بموضوع مهم جدا يخص الأزمة الأخيرة للنادي الأهلي أو أي أزمة بتخص نادي الزمالك. بعض الجمهور دايما بيعلق حتى في عز الأحداث، يظل جمهور الكورة هو جمهور الكورة ويعلق دايما برسالة: أنت أهلاوي، أنت زملكاوي، يا عم بطل تحابل الخطيب، يا عم بطل تيجي مع حسام عاشور، يا عم بطل تظبط سيد عبد الحفيظ وتقوله ان هو يعني كويس في المكان ده. ايه اللي خلى سيد كويس؟ ايه اللي خلى الخطيب مش غلطان؟ ايه اللي خلى حسام عاشور يبطل؟ ايه اللي خلى حسام عاشور كويس؟ يعني في النهايه محدش مستقر على حاجه. ولكن عايز اقول لكم حاجه، احيانا بنبقى من وجهه نظرنا احنا بنقول اللي احنا شايفينه في الملف اللي هو الطبيعي، في حاجات كده ما تقبلش الاسم على ثلاثه. ولكن ده ملف ما فيهوش حد غلطان. يعني ما فيهوش حد غلطان؟ يعني ما فيهوش حد عنده أزمة، ما فيهوش حد عنده مشكلة. أحيانا أنت ما مش بتحب كل الناس، يعني أكيد أنا مثلا ما فيش حد يختلف على حب كابتن محمود الخطيب في مصر، ولا كابتن سيد عبد الحفيظ، ولا كابتن حسام عاشور، ولا أي حد يعني من إدارة الأهلي. ولكن أنا أكيد في النهاية كبني آدم، أنا كسيف، في حد أحبه قوي منهم، وحد أحبه نص نص، وحد ما أحبوش. وأكيد أما أجي لو أنا سبت يعني هوايا أكيد عندي وجهة نظر تخصني انا مثلا شخصيا، ده كان يصح يبطل، لا ده ما يصحش، ده ينفع، ده ما ينفعش. انا لو اي حل قلته لكم ممكن اقوله على سبيل التصييد، يعني على سبيل ان انا افتعل ازمه. الاهلي النهارده مثلا هادئ مستقر، فاقوم طالع قايل اللي الاهلي عمله مع حسام عاشور ده ما يصحش، والتاريخ والحكايه والروايه، وتشيل اداره الاهلي. بس هل هو حق ربنا اداره الاهلي تشيل؟ لا. طيب حق ربنا سيد عبد الحفيظ دي دخل بموضوع؟ لا. طيب حق ربنا حسام عاشور عنده ازمه ان هو لو لعب في نادي تاني عفوا يبقى عنده مشكله او غلطان؟ لا. ودي قصه طبيعيه وسهله وبسيطه جدا. في النهايه انت بتحلل القصه كلها، بتقول النهارده فايلر اختار وده حقه الطبيعي. كابتن محمود الخطيب في النهايه هو رئيس النادي الاهلي، هيقعد مع حسام عاشور لاحتواء الازمه. كابتن حسام عاشور عنده النهارده حلين، كابتن سيد عبد الحفيظ في النهايه هو مدير الكوره بينفذ تعليمات فايلر واداره النادي الاهلي، ويتعامل مع جميع اللعيبه سواسيه، حتى لو ده كان في جيله، ده لعب معاه، ده قريب منه، ده بعيد عنه، ملهاش علاقه. تعالوا بقى خشوا في الحته الثانيه. حسام عاشور راح النهارده، في حد يختلف على تاريخ حسام عاشور؟ لا. حد يختلف على اسمه؟ لا. حد يختلف على كيانه؟ لا. حد يختلف على عظمه اخلاقه؟ لا. حاجات ثوابت، يعني انا مش هخترعها، مش انا جاي النهارده اقولها لحسام عاشور هو تاريخه كده. حسام عاشور تاريخه كبير، حسام عاشور اسم كبير باخلاقه بادائه بالسنين اللي لعبها داخل النادي الاهلي. اما اجي النهارده اقف واتكلم واقول حسام عاشور النهارده عايز يلعب سنتين في اي مكان، هل ده يعيب النادي الاهلي، يعيب اداره النادي الاهلي، يعيب كابتن سيد عبد الحفيظ، يعيب كابتن محمود؟ لا خالص. الناس عملت اللي عليها؟ ايوه عملت اللي عليها.